إخوانكم في تسجيلات دار أهل الحديث والأثر إلا ما أقدم لكم هذه المادة. نعم نعم. إخوانكم في تسجيلات دار إذا أثر إلا ما أقدم لكم. تركنا الجرح والتعديل. نصر إخوانكم في صارت كلمة الشيخ الإمام القدوة الشيخ بن باز وكلمة علي الطنطاوي سوا وهما لا سوا. نعم لكم هذه المادة. ما تقدر ولا البرة يصرف فيني ولا الكباشي ولا المكاشفي ولا الصابولابي ولا أنت ما تصرف فيني. أنت كلام ولا ما فهمت أبدا أبدا. قاعدين هنا بس توحيد توحيد وضدك لحد ما القيمة تقوم وضد الصوفية. ورونا يا حميدة ماذا خلقوا من الأرض؟ الصوفية بتاعينا الدين والله داري لك الخير والله الذي لا إله غيره. حتى لو كان كلامنا حار بالنسبة لك أو للصوفية المعاك داري لكم الخير، لأنه مرات العملية بتاعت الطبيب بتكون بمشرط عشان تشفى وتهتدي وتمشي في صراط الله المستقيم. كويس ذاته اعترفت انه نحن مسلمين، وانت ما جاي ما قاعد تقول الوهابيه كفار، الوهابيه ديل بيلعبوا في الدوري الفرنسي، ما هو نحن ديل. لا تبديل، لا تبديل لشنو؟ لخلق الله. الله دايره فار فار، دايره بيت بيت، دايره ولد ولد. الصوفي اللي بكورك ده بديك فرصه، لو جيتوا ألف صوفي بديكم فرص. ما تكورك من برا، قصوا ما تكورك، بديك الثلاثه مايكات، بس اصبر. عزونا داري زوق داري زوق. وإذا اضطررت إلى الجدال ولم تجد لك مهربا وتلاقت الصفان، فاجعل كتاب الله درعا سابغا والشرع سيفك وابد في الميدان، والسنة البيضاء دونك جنة واركب جواد العزم في الجولان، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى فالصبر أوثق عدة الإنسان، وطعن برمح الحق كل معاند لله درب الفارس الطعان، واحمل بسيف الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان، واحذر بجهدك مكر خصمك إنه كالثعلب البري في الروغان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين الذي أرسله الله سبحانه وتعالى للناس كافة بشيرا ونذيرا، وهو الذي بعثه الله سبحانه وتعالى لتم مكارم الأخلاق، فنشهد أنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم ما بعد. الجمع الكريم، نفعنا الله وإياكم بكل ما ذكره العلماء إلى أن يرسل الله الأرض من عليها، ويذكر نفسي وإياكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع تكفير المسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام منع أن لا يجوز للمسلم أن يكفر أخاه المسلم، ثم القرآن يتحدث ويبين ويقول أحب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا فكرهتموه. في هذه الحلقة والله ما فيها فرائض صلاة ولا تيمم ولا غسل إلا الأموات وغيرهم. والشيخ حميد بتاع الحمامات، شيخ حميد عمل شنو؟ وروني المخالف الكتاب والسنة اللي عملته شنو؟ هذا هو السؤال يتحداكم، اللي عملته أنا شنو؟ المخالف للكتاب والسنة شنو؟ سؤال مطرح للكل، ماذا فعل حميدة؟ ماذا فعل حميدة؟ بس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. حميدة تحميدة ذاتك شخصيا بكورك بجاي. طيب حميد ما انت فهمتها، اتكلم اتكلمت انا سكتت ما بتاع ما تفتح خشمة. قال لا يجوز تكفير المسلم، ده كلامه كله. قال والاسلام منع ان يكفر المسلم اخاه المسلم. كويس ذاته اعترفت انه نحن مسلمين، وانت ما جاي ما قاعد تقول الوهابيه كفار، الوهابيه ديل بيلعبوا في الدوري الفرنسي، ما هو نحن ديل. الوهابيه كفار ديل قاعد يقولوا هنا يا جماعه،
في الحجوز بسوق ستة غير حميدة. قال شيخ حميدة، شيخ ما انت، انت حميدة لكن شيخ ده ما انت، انت قال لا يجوز تكفير المسلم. صح، لا يجوز تكفير المسلم، لكن من هو المسلم؟ انت الذي يعبد الله تبارك وتعالى وحده ولا يشرك به شيئا، ده المسلم. لكن بيقول الشيخ بيعلم الغيب، والشيخ بيدي الجنة، والشيخ بيحيي الموتى، دي مشكلتنا مع جدته ومع البرعي كباشي. اقعد برا دقيقه، لسه اصبر بديك فرصه، ما تورد. فهمت؟ او مشكلتنا مع البرعي والكباشي، كل الصوفيه مشكلتنا معاهم في انه بيعبدوا الناس لغير الله تبارك وتعالى. الشيخ بيدي الجنه، واحد اكتب، الشيخ بيعلم الغيب، الشيخ بيقول للشيء كن فيكون، زي ما قال البرعي. قال سيدي حسن وتحسون بكم، سيدي حسن من فوق الكون متحكم. انت وزي ما نقلت قناه النيل الازرق انه ودج كباشي، قال ابونا الشيخ الكباشي بيقول للشيء كن فيكون. دي مشكلتنا مع الصوفيه. واوعى تقول ما عندنا معك مشكله فرائض الوضوء، وما فرائض الوضوء، وضوء بتاع شنو؟ انا بتكلم معك في عقيده. في ناس بتعبد الشيخ، تسجد للشيخ، بتنده الشيخ عند السدايد، تقول لي وضوء وفرائض الوضوء. انت متوضي ليه ذاتك؟ متوضي ليه؟ اذا كان عقيدتك في الشيخ ما تتوضا. انت قال ايحب احدكم، جايك للحجبات، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا؟ اصبر بديك الميت، والله لا تقوم جاي، بديك الميت. انت قال ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ يعني ما نتكلم في ناس انت ما بيجين غيبه يعني. انت انا اقول لك الغيبه حرام، لكن الغيبه في الصوفيه وفي حميده وحامد السماني محمد المنتظر الازيرك، ولهم الغيبه فيهم جائزه. يجوز نتكلم فيك جوا عينك، ما تزعل، جوا عينك. انت تفضل. طيب اخونا المتحدث بيقول بان الصوفيه بيقولوا الشيخ بدي الجنه، ده واحد. وثاني بيقول ان الصوفيه بيعلموا الغيب، مش هو؟ وقالوا الصوفيه بيعبدوا الناس لعباده من دون الله. طيب اول حاجه الشيخ بدي الجنه، الشيخ ما بدي الجنه، الشيخ سأل الله وربنا استجاب له، ده فهمنا نحن الصوفيه. ما عندنا الشيخ بدي الجنه، كلام ده انا بقول لك بتاتا الشيخ بدي الجنه ما في. دي شمارات عملتوها انتوا يا وهابيه. ما عندنا الشيخ بدي الجنه. وفي نفس الوقت الله سبحانه وتعالى لما جعل هناك عباد، ربنا جعل عباد فرضهم او صرفهم في الكون. في عباد ربنا صرفهم في الكون. اذا قلت الملائكه او الانبياء او الصالحين، اسمع النص. سيدنا موسى عليه السلام، عفوا، سيدنا سليمان على نبينا عليه الصلاه والسلام وهو نبي، استعان بغير الله حينما قال يا ايها الملأ، وكان لسليمان اثنين من الملأ، ملأ من الجن وملأ من الانس، لما قال ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها؟ من ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني المسلمين؟ وده نبي. فقام افريت من الجن، اسمع كويس يا الجن الثاني، قام افريت من الجن قال انا اتيك قبل ان تقوم قامها، انه علي لغوي شنو؟ امين. سيدنا سليمان شاف ان هذه الفتره كثيره، فقام من الصالحين الاولياء الصوفيه احد ممن علمه الله باسمه الاعظم، فقال عنده الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به. ده قران يا سيد، انا اتيك، هذا شرك؟ انا اتيك به، خلي بالك خلي بالك، قال انا اتيك به. يبقى نحن الصوفيه لا عندنا ذل بدي الجنه، ودي شمارات من الوهابيه، لا عندنا ذل بعلم الغيب. الذي علم الغيب الله سبحانه وتعالى، هو الذي علم الانسان ما لم يعلم. هذا هو رسول الله على جبل احد، رسول الله على جبل احد فاعتز الاحد بين قدمي، فقال النبي عليه الصلاه والسلام اذبح يا احد فانك فوقك نبي والصديق وشهيدين، شهيدين عمر ومنو يا جماعه؟ وابا لسه ما ماتوا، الرسول قال الشهداء. هذا كان غيب ولا حاضر. ثم الله سبحانه وتعالى صرف من عباده ان يتصرفون فيما يريد الله ان يكون. فلذلك ربنا وكل ملك بالارحام اذا بلغ الجنين 4 شهور بطن امه، يرسل الملك، يرسل الله ملك
هذا الملك يا أخوانا لا يأتي بعمل ينافي عمل الله، وإنما الله سبحانه وتعالى أكد خلقناكم وما تعملون. الجماعة الوهابية كل ما يوم البرعي البرعي، والله البرعي عندهم مصنع أصيل يدخلوا الجنة، خلي القرآن. ولذلك يا أخي الكريم، أبونا البرعي والقصيدة المشهورة المثل المؤمنة بأهل الله، والله هذا لم يقول البرعي، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك بدلة، هؤلاء البدلة أرجع للتفسير ابن كثير، هؤلاء البدلة أرجع لابن تيمية، هؤلاء البدلة أرجع للقرطبي، هؤلاء البدلة أرجع لابن الجرير الطبري. وأنا أتحداكم نجيب الكتب ده بكرة موجود فيها التوسل بغير الله، وهؤلاء ربنا وصرفهم بهذا الكون. وهناك أوتات الأرض زي ما ربنا جعل هناك ملائكة، وكان نبي الله إبراهيم كان أمة، فلما انتهى النبوة اختار الله سبحانه وتعالى أمة الحبيب المصطفى 80 وقيل 40 كما ذكر الإمام مالك الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه كرم الله وجهه، بأن هناك أوتات، أوتات الأرض وبدلة. أرجع للقرطبي والطبري وابن كثير، نتحداكم يا وهابية موجودين هؤلاء الرجال، ربنا صرفهم بالتصريف الله سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء الوهابية رجعوا لكلام ابن تيمية وبرتلوا كلام ابن تيمية أن لا مجاز في القرآن، والقرآن ما فيه مجاز. لا يا سيد، لا لا، القرآن ما فيه مجاز، القرآن فيه مجاز، القرآن فيه مجاز. رب العرش العظيم يؤكد في المجاز الورد في القرآن، يوم يجعل الولدان شيبة. هيا وهابية، الله بجعل الولدان شيبة ولا اليوم؟ بجعل الولدان شيبة منو؟ الله، ولكن نصب هذا الفعل لأحد المخلوقين. ولذلك ربنا وكل الملائكة، جبريل وكلوا لي ولا شما صوفي، خلي بالك أسمع، جبريل وكلوا لي، إسرافيل وكلوا لي، ملك الموت لي الله وكلوا. هذه الأفعال الذي يفعله الصالحين أو يفعلها الملائكة بقوله تعالى خلقناكم وتعملون. نحن ما قاعدين نعبد شيخ، انتوا الواقفين دي استعادتكم بالذي خلقكم، القاعد يسجد للشيخ فيكم منو؟ القاعد يسجد للشيخ منو؟ انتوا الواقفين ديل يا ابو طواق الخضر، القاعد يا ابو ديل بتاع الدرامة، ديل بتاع الدرامة. هؤلاء الوهابيون اهل المذهب الخامس التكفيريين ما عندهم حال الا تكفير المسلمين. الشيخ الحميد، الشيخ حمامات، يا اخي في حمامات عندها شيخ؟ اتق الله، ما في حمامات يا شيخ يا سيد. ولذلك نحن يجب علينا ان نجمع الامه. والله لو كنت تكلمت في ستار الشاي المتبرجات، لو كان تكلمت في الخمر والميسر، لو كان تكلمت في اليهود والنصارى كان شاركناكم، ولكن نحن الصوفيه الان اكبر تكابة شيخ صوفي وهاب عنده تكابة ما في، ما تسمع الجوزه دي كلها ميكروفونات عشوائيه، كل واحد بياخذ له ضرب بتاع قريشات، دير معجورين من قبل اليهود والنصارى، قاتلهم الله، هؤلاء معجورين ما عندهم حظ في الاسلام. ونحن لما نقول معجورين انا اتحدى الوهابيه بكره، جيب البخاري ومسلم شوف كتاب الخوارج، نتحداكم بالادله، ما كلام ما كلام، بالكتب. اذا كان جاهزين بالكتب الان امنع الكلام ده، انا بجيب الكتب بكره، جاهزين؟ نجيب الكتب بس بالكتاب، كلام ساكن ما ينفع، تفسير الطبري، تفسير امام القرطبي، تفسير امام ابن كثير، وكذلك نرجع من حجر الاسقلاني وابن تيميه. هؤلاء الكلام الذي ذكر عن الصوفيه حق، والصوفيه ما في ذو زمان، هوي ما تسمع كلام الوهابيه، والله العلماء كلهم المفسرون والمتحدثون ما في احد ذم الصوفيه. وانا اتحدى الوهابيه، هم رجعوا لكتيب ذكر واحد تكفيري حسب ذوق من المناظره من التكفيريين دين، اتكلم بان الامام مالك قال انه الصوفيه وما الصوفيه، لا الامام مالك لم يذم عقيده الصوفيه، وانما امام مالك ذم بعض الافعال التي تحصل من الناس، فيها افعال ممكن يعمل الصوفي وهذا لا يحسب للصوفيه، كقوله تعالى كذلك جعلناك امه وسطا لكل شهداء للناس، وقال الله سبحانه وتعالى، يا اخوان انتم معي ولا معي؟ ما هو ده القران ذاته؟ قران ولا ما قران؟ وجعلناك امه وسطا، تام انتم صلوا على النبي ولا ما بتحبوا الصلاه على النبي؟ الوهابي ما بيحبوا الصلاه، حتى يوم واحد سميته وهابي صلى على النبي؟ انتوا الواقفين ديل والله ما بصلوا على النبي، الناس ما بيحبوا النبي مستهبلين، وقال النبي ده بشر ساكت، النبي والله بشر، لكن في البشر كالياقوت بين الحجر وهو سيد الخلق كله. ولذلك يا اخي الكريم انا اتحدى نجيب الكتب، كلام ساكت ما ينفع، الوهابيه كانوا جاهزين يوقعوا على الكلام ده، كلام بالكتاب
ما تجوا طول الرسالة شماسة كلهم بتاع الاسماء عارفينهم كويس. علمت الدين وين؟ انا قدامكم 37 سنة داعية عارف الكلام يقول لكن شماسة خلي بالك. فنرجع الحق تبارك وتعالى قال كنتم خير أمة أخرج للناس. اسمع الآية دي ولا ما قرآن. لقينا من هذه الأمة تارك الصلاة، لقينا من هذه الأمة سكران، لقينا من هذه الأمة زاني. هل هذا يا أخي الكريم ينصب إلى الإسلام ولا إلى فاعله؟ ينصب للفاعل. ولذلك يا أخواننا حكاية إنه الشيخ الحمامات والشيخ حميدة والشيخ البرعي هذا ليس هو الخلاف، وإنما هم يتحدثون عن التوحيد وهم لا يعرفون التوحيد. ما هو الواحد؟ ما هو الواحد؟ الوقت انتهى، تجاوبون ما هو الواحد لغة الاصطلاح. طيب أول حاجة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نحن سمعنا كلام حميدة كامل وما قطعناه ودارين الناس يبقوا منصفين يا جماعة، ودينا فرصة في حلقتنا بل فرصتين ودي ما بيعملها في حلقته. نحن دارين منه طلب واحد بس، يقعد وممكن نجيب له شاي أو لو كان حاجة أخرى حلال نجيبها له، لكن لو شيشة ما بنجيبها له. فبس يسمع كلامنا ده لأنه حيكون فيه جغم ثقيل جدا إن شاء الله. طيب ونحن الفرصة دي راجلناها من زمان يا شيخ حميدة، من زمان سمعت بيزول اسمه الله جابه، انت الليلة الله جابك هنا بس اتمهل شوية. نمرة واحد، الشيخ حميدة الصوفي قال نحن بنقول له شيخ الحمامات، وكيف تنبهزوني تقول شيخ الحمامات؟ في نفس الوقت قال ده الوهابية وخامسية وصعاليك وبتاع حاجات نحن عارفينها. يا أخي لا تنهى عن خلق، أصبر أوعك تتمحرك، أنا سمعتك، لا تنهى عن خلق. أنا ذو روحي زي ما قالوا الجماعة ناس الكورة، خلي روحك رياضية، الجغم جاي كورة، التقلي جاي ورا، أنت شيل المهلة في كلام هنا كفر قلته وكلام شرك أنا جاي لك، لكن الآن أنا بدقل كده بيك وجايك ورا، أصبر لي. طيب قال لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله، عار عليك إذا فعلت عظيم يا صوفي. تكفيرين، نحن اللي قاعد نرد على التكفيرين بفضل الله عز وجل، عرفت كلامي؟ والتكفيرين قاعد يكتلونا نحن. واحد اثنين، قال نحن مخالفتنا، انا جايك لك كلامه من قبل شغال فيه لحد هسه من الفرصه القبيله اللي اخذها، قال وروني مخالفتي للكتاب والسنه شنو. واحد، المخالفه الاولى قال انه في اولياء ربنا صرفهم في الكون، قال لانه كان في رجل صالح من الصوفية، قال من الصالحين الصوفية قاعد مع نبي الله سليمان، قال ولا ما قال؟ كلام مصور، قال من الصالحين الصوفية وقال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هو الآية ما حافظ ذاته ما قرأ صح، خلاص شفت كيف؟ نجرة ساكت، قال ده من الصالحين من الصوفية. أول حاجة نحن دارين دليل، خلاص شيخ الحمامات خليناه، شيخ الصوفية خير الحمامات لكن شيخ الصوفية، عرفت كلامي؟ دارين دليل انه الرجل ده كان صوفي، الزول ده قال من الصالحين من الصوفية. دارين دليل انه الزول اللي كان قاعد مع سيدنا سليمان والذي قال الله عنه قال انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، انا دار دليل انه ده كان صوفي. كتب بتاع شنو انت بتعرف كتب؟ ده كان صوفي؟ الله قال يا جماعة، انتوا كلكم بتقرأوا القرآن، الله قال الزول ده كان صوفي؟ الله قال كده؟ إذا حميدة ده كذاب. واحد، اثنين، ضمنه ذاته، ضمنه والله يوم القيامة ما تجيب دليل إنه الزول ده كان صوفي، عرفت كلامي؟ الزول ده كان اسمه آصف، بديك فرصة ليوم القيامة تجيب دليل إنه كان صوفي، لأنه قال كان صوفي، عشان ما تكذب، عشان ما تكذب، تغش الناس هناك المساكين وتاكل قروشهم وتبيع لهم حجبات فيها بعر جوا بتاع غنم، تغشهم. جاي تغش انا تقول الزول اللي كان مع سيدنا سليمان عليه السلام كان صوفي؟ يا كذاب، ده ما كان صوفي، ده اسمه آصف ابن برخيه. انا اديك قصته، اي نقطه جبتها بردها عليك ان شاء الله تعالى، اصبر بس. اول حاجه ده اسمه آصف ابن برخيه، اكتب عشان تستفيد تتعلم، اسمه آصف ابن برخيه، عرفت كلامي؟ آصف ابن برخيه، وجاب العرش كيف؟ جاب العرش كيف؟ روى ابن كثير في التفسير، واسوق لك الاثر بمعناه،
قال هذا الرجل آصف بن برخياء لما سليمان قال أيكم يأتيني بعرشها، رفع يدانه لله، قال اللهم أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لا إله إلا أنت، ائتني بعرشها. فأتى الله عز وجل بعرشها ونصفين ونصفين وينو يتصرف في الكون، دعا الله، الله جاب العرش، وينو هنا الولي يتصرف في الكون، وينو دي كذبة رغم اثنين، دول كذاب عمل فيها شيخ كم وثلاثين سنة، كم وثلاثين سنة انت كذاب مجيتنا، والله تتنجم، لأن ربنا قال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. بعدين انت بتقرأ القرآن غلط، قال قال الآية قالت وجعلناكم أمة وسطا، يبقى المصحف طلع علينا في آية زي دي من الله خلقكم، في سورة البقرة ربنا قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ما في حاجة وجعلناكم أمة وسطا، انت بتنجر القرآن من راسك ساكت تحجبات، نمرة اثنين نمرة ثلاثة قال ها نعم. نعم وربنا قال والله خلقكم وما تعملون، برضو قرأ غلط أظن، لكن امشي قدام لسه، قال قال الدليل على انه في اولياء بيتصرفوا في الكون، قال قال الدليل قال الحديث انه ربنا بيرسل الملك والملك يكتب رزقه واجله، ده دليل على انه في ناس في عباد تتصرف في الكون، انت ما قريت الحديث، رواه البخاري من رواية عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة مثل ذلك ثم تكون علقة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، رواه البخاري الصحيح، وأورد النووي في الأربعين النووية من الاثنين واربعين حديث النووية. طيب الحديث فيه دليل على انه في زول بتصرف في الكون دون الله، اديك نفس الكلام اللي قاله رد عليه الرسول، قال شنو الملك بيجي براه قال ثم يرسل اليه الملك فيؤمر باربع، يرسل ويؤمر، يرسل يعني شنو رسلوا الله، نضرب لك مثال عشان تفهم، ما شيخ الحمامات، شيخ الصوفيه وخير الحمامات من الصوفيه، عرفت كلامي؟ يرسل يعني شنو؟ الان انت رسلت ولدك للمطعم ده يجيب اثنين طلب بتاع الدجاجك، رسلته واديته القروش، يعني لو ما رسلته ما كان مشى، ولو ما اديته القروش ما كان اشترى، معناته انت رسلته وربنا الوفقك وفقه، وكذلك الملك الله رسله والله الامر والله الادو يفعل، ما شيخك الصوفي. وين الدليل هنا؟ وين الدليل؟ اما الرد على باطلك من القران، ربنا قال للرسول، تقول نحن ما نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم عشان الله ما عشانك انت، عرفت؟ ربنا قال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وسيد البشر وسيد الرسل وسيد الانبياء وسيد الاولياء وسيد جميع الخلق، ربنا قال له شنو؟ تقول لي شيخ الصوفيه بيتصرف في الكون؟ قال للرسول صلى الله عليه وسلم ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون، وربنا قال لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور الايه، فالملك لله سبحانه وتعالى، ما في زول، ربنا قال وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، اذا كان الرسول سيد البشر ربنا يقول له ليس لك من الامر شيء، يجي شيخ صوفي يتصرف في الكون كيف؟ يتصرف في الكون كيف؟ يا جماعه ده من القران، بالعقل بالعقل ساكت كده، حميده ده راضي نحن نتكلم هنا؟ ما راضي، اكبر دليل انه استحضر من هناك قنطرناه وجبناه، صح ولا ما صح؟ وده قاعد وده قاعد، عرفت كلامي؟ ده اكبر دليل، ما راضينا، صح ولا ما صح؟
يتصرف فينا اطردنا. ده انا قاعد اطردنا تقدر؟ قاعد مرتب كمان ما تقدر. ولا البرا يتصرف فيني ولا الكباشي ولا المكافي ولا الصابولابي ولا انت ما تتصرف فينا. انت كلام ولا ما فهمت؟ ابدا ابدا. قاعدين هنا بس توحيد توحيد وضدك لحد ما القيمه تقوم وضد الصوفيه. امشي قدام دقيقه لا تقول لي ورا. انا ما خليتك تتكلم ما في نقاط لقيت معركه. اصبر اصبر. طيب قال البرا عنده عصيده بتدخل الجنه. والله يا جماعه اول مره اعرف في زول عصيده بتدخل الجنه. لانه رسولنا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لونه شنو حصل شفته؟ صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا وسددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. قال: عملي ذاته ودخلني الجنة. عصيت البرع يدخلوا الجنة؟ يا ناس الزول ده يحمل يا تدي من الأديان. الرسول قال عملي انا. عمل رسول الله كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. يقول له تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم وتاخر من ذنبك. يقول افلا اكون عبدا شكورا. بعد ده يقول عملي انا ذات ما يدخل الجنه الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضل. تقول عصيت البرعي بتدخله؟ عصيت البرعي بتدخله؟ البرعي امام الشرك. رضيت فنجطة نططة البرع إمام الشرك والكفر في البلد. أديك الأدلة. واحد: ديوان رياض الجنة ونور الدجنة الصفحة 119 السطر الأول قصيدة بعنوان إسماعيل ابن عبد الله الولي. يقول البرع: إن ناب خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل قطب الوصال الكردفاني الذي قد خصه من ربه التبجيل. البرعي قال اذا حصل امر مهم او مصيبه في البلد ما تنادي الله، نادي اسماعيل لانه ولي لله. وربنا يقول: ومن اضل ممن يدعو من دون الله. اسماعيل الله ولا دون الله؟ البرعي الله ولا دون الله؟ دون الله. حماده الله ولا دون الله؟ دون الله. ربنا قال: ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الله قال تدعو ليوم القيامة ما يستجيب لك وهو غافل عن دعائك ما سامعه وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. عشان كده ربنا هنا قال لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا. بتدعون من دون الله ده يا ابو رعي ويا صوفيه ويا حماده ويا حامد بابكر. عرفت كلامي؟ وغيره. ربنا قال لا يسمعون دعاءكم. قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم. الله سماه شرك. الله قال كلام البرع ده الشرك. اي زول يدعو غير الله الله قال مشرك. يكفرون بشرككم. ربنا قال ولا ينبئك مثل خبير. اديك واحده ثانيه. الله قال أي زول يدعو غير الله كافر. والبرع هنا دعا غير الله. قل يا ولي الله إسماعيل. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح. من يا جماعة الكافرون. الله قال كفار. عرفت كلامي؟ طيب أغير في الصف. خلوه 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 خلو خلو. بديك فرصة بديك فرصة. طيب البرع يقول اي خليه بندي فرصة. اقعد البرع يقول البرع قال عنده شيخ قلب البيت ولد كما جاء في كتاب ليك سلام مني. ده للبرعي عبد الرحيم البرعي. قال له سلم يا ولد القلب البيت ولد. وحكى البرعي القصة تحت. قال كان للشيخ يعقوب 6 بنات. كلام ده ما كلام حار فخلي الناس تفرفر بذات الزول المرضان. لكن الزول التمام مؤمن تمام بتكيف. فإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أنت كلامي؟
لما نقول البرع جماعة دي بيعرضوا، لو واحد مدح البرع الناس بيعرضوا، لكن لما نزله ونمدح ما قال الله ونمدح النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، الناس المرضانين بيتحركوا بفرفروا، ما بخليك ما بخليك أبدا. عرفت كلامي؟ البرع قال كان للشيخ يعقوب، لسه أنا ماشي، كان للشيخ يعقوب، خلوا الزول ما تسألوا يا ناس، اقعد عليك الله اقعد. طيب البرع قال كان للشيخ يعقوب 6 بنات. اقعد اقعد، خلي خلي اقعد اقعد، لا لا ما تمشي، اقعد اقعد اقعد، تعال. قال كان للشيخ يعقوب 6 بنات، فشكى لشيخه احمد الطيب البشير عدم الولد الذكر. البرعي كتاب لك سلام مني تأليف عبد الرحيم وقال وجعل البرعي، فشكى قال لشيخه احمد الطيب البشير عدم الولد الذكر، فأمره البشير أن يحضر أكبرهن بعد صلاة الصبح يوم الجمعة، الذي بعد صلاة الصبح يوم الجمعة. طبعا الحوار ما بليد، مجا ساقة جاب طوالي، بنته جابها للشيخ، أنا ما أعرف ذاته ده بيحصل كيف، أودي بنتي للشيخ. المهم جاب للشيخ، فجاب للشيخ جوا، البرعي قال فمسح الشيخ ممكن عليه يدها، هاي ما تبغى تمسحها على البنات ما ترضى، كيف امسح على البنات ما ترضى كيف؟ قال البرعي قال فمسح الشيخ يده على الفتاة، وده حرام ذاته، حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لا أمس أيدي النساء، حرام، وده زنا ذاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال واليدان تزنيان وزناهما اللمس، لكن الأكبر من الزنا جاي كفر عديل. قال فمر يده على الفتاة تاليا قوله تعالى، داير يلعب بالقرآن زي ما ده بيلعب بالقرآن حميدة، قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. هسه دي عنده علاقه بالكلام ده؟ ان يمسح لها بيت في صلوبه وفي ظهره يعفني يا صوفي يا برعي، رضيت ما رضيت الكتاب قاعد. عرفت كلامي؟ البرعي قال فقلبت ذكرا من حينها. قال البرعي وقد عاش ذلك الولد، يا تو الكام بيت هسه ده؟ الولد الكام بيت هسه ده؟ نحو من 55 عاما سنة، وتزوج وخلف بعده ولدا يدعى أبي ورد، وهذه الكرامة لولا وقوفي على صحتها بنفسي، البرع قال لما سطرتها، والبرع عمل مدحتين، المدحة الأولى في ديوان ليك سلام مني، قال له سلم يا ولد، القلب البيت ولد، المدحة الثانية في كتاب ديوان رياض الجنة ونرد جنة، البرع قال وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب. الكلام ده حكم شنو في الشريعة؟ انت تلدي بيتك انتايا حميدة، او البرع يقلبوها ولد، او تلدي ولد يقلبوها بيت، ده حكم شنو بالشريعة؟ هل ممكن يحصل؟ نشوف القرآن، ما تصبر انما نقاطك لسه ماشي فيها، هي ما تضايع، انا ما ضايقتك، اصبر. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل، لا تبديل لشنو؟ لخلق الله. الله دايره فار فار، دايره بيت بيت، دايره ولد ولد. الصوفي اللي بكورك ده بديك فرصه، لو جيتوا 1000 صوفي بديكم فرص، ما تكورك من برا، اصلا ما تكورك، بديك الثلاثه مايكات، بس اصبر. طيب طيب قال دقيقه، قال الرسول قال في ابدال، قال والرسول قال في اوتاد، اسمع الكلام ده، ده حماده كذب على الله قبيل، هسه دار يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الرسول قال في أبدال وأوتاد للأرض، وين الرسول قال؟ يا تو دليل، يا تو آية، يا تو حديث ورد فيها كتاب، قام عشان يكذب قال كما جاء في ابن كثير وجاء عند الطبري وجاء عند غيره، ما جاء ما جاء ما جاء. وين الطبري؟ وين ابن كثير؟ بيجيبوا بكرة؟ خلاص خير، ما في. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الإسناد يقول الواطد عند أوتاد، زي ما قال البرعي أوتاد الأرض الأربعة في الجبل، الأربعة وأربعة في أربعة وسجم رمات، الأوتاد يعني شنو؟ الدار صليح الميدة ده، إنه في أربعة صوفية مدى الجنين، واحد قاعد في الغرب مغزوز مثبت الواطة عشان ما تقع في الغرب، واحد مغزوز في الشرق مثبتة، واحد في الشمال واحد في الجنوب. خلونا من الكره الارضيه، الجنوب دي رجعوها لنا يا صوفيا، فيها بترول فيها ذهب. عرفت كلامي؟ خلونا من الجنوب يا شيخ حميد الصوفي، فيك نفسك مننا الليله من الورطه اللي وقعت فيها نفسك دي.
يا شيخنا اوتاد بتاع شنو وسجم رماد بتاع شنو يا ناس؟ ربنا الذي يمسك الارض والسماوات ان تزولا، ده ربنا ما صوفي يا ناس، ما صوفي. طيب قال يجوز التوسل بغير الله. اسمع اسمع الكلام ده، ما لسه في نقاط، انا يا دوب دخلت داخل فرصتين حمد، انا يا دوب بديت. قال يجوز التوسل بغير الله، قال ولا ما قال؟ قال ولا ما قال؟ قال. طيب التوسل الجائز ثلاثة انواع، التوسل باسماء الله وصفاته. الدليل قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. النوع الثاني التوسل الى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح الحي. الدليل توسل عمر بن الخطاب بدعاء العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له قم يا العباس فادعوا، العباس دعا ربنا المطر نزلت. الدليل الثاني توسل الأعمى لما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في سنن الترمذي وغيره، فالأعمى قال يا رسول الله ادعوا الله أن يرد علي بصري. النبي قال لو شئت صلى الله عليه وسلم دعوت لك وإن صبرت خير لك. الرجل اختار واحدة من اثنين، اختار شنو؟ قال بل ادعو يا رسول الله، والرسول وعده بالدعاء. هل الرسول يخلف الميعاد؟ اذا الرسول دعا له، والتوسل اللي هنا كله كان بالدعاء. ليه؟ لانه الرسول وعده بالدعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلف الميعاد. اثنين، لانه الاعمى جاء من بيته وقال يا رسول الله ادعو الله ان يرد علي بصري، ادعو الله ادعو الله ان يرد علي يا جماعه بصري. الرسول دعا له بعد ذلك. ده الموضوع، التوسل بغير الله زي هو مفهوم الصوفيه، دعاء غير الله كفر، دعاء غير الله شرك كفر. ربنا قال وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. بعدين ربنا خاطب النوع ده حميد، الناس اللي بدعوا غير الله ديل، ما جيت اصلت الكلام ده صح. ربنا قال قل ارايتم ما تدعون من دون الله، يعني تدعون ديل البرعي وغيرهم. ربنا قال اروني ماذا خلقوا من الارض، ورونا يا حميده ماذا خلقوا من الارض. الصوفيه بتاعنا الديل والله داري لك الخير، والله الذي لا اله غيره، حتى لو كان كلامنا حار بالنسبه لك او للصوفيه اللي معاك داري لكم الخير، لانه مرات العمليه بتاعت الطبيب بتكون بمشرط عشان تشفى وتهتدي وتمشي في صراط الله المستقيم. ربنا قال اروني ماذا خلقوا من الارض، ورونا ورونا ماذا خلقوا من الارض. ربنا قال ام لهم شرك في السماوات، قال تعالى ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم، جيب دليل جيب دليل ان يجوز ندعو غير الله، او اثارة من علم ان كنتم صادقين. بعدها طوالي ربنا قال ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بعدها قال حميدة النقطة البعدية، قال المجاز في القرآن، كذبته ليه؟ اهل اللغة العربية، والكلام ده موجود في كتاب ثالثة ثانوي المغرر القديم، بس نديك من المدرسة ولا نمشي لك ألفية ابن مالك والعلى دي ما قدرك المدرسة، بس المدرسة في كتاب البلاغة، البلاغة اسمه الناطق في البلاغة، ممكن يجيبه لك ان شاء الله بديك هدية. الناطق في البلاغة قال شنو؟ قال المجاز والحقيقة عكس بعض، فإن المجاز إرادة غير الحقيقة. القرآن حق ولا ما حق؟ والزول اللي بيقول القرآن ما حق ماله؟ كافر. الزول اللي بيقول في مجاز في القرآن، كلمة مجاز عند أهل اللغة والمجاز قالوا المجاز هو إرادة غير الحقيقة، عشان كده أهل اللغة في الكتاب ده وفي غيره قالوا باب المجاز والحقيقة لأنه عكس بعض، عكس بعض. المجاز هو إرادة غير الحقيقة، والقرآن كله حق. لو قلت القرآن فيه مجاز معناته قلت القرآن فيه حاجات غير حق. فهمت كلامي؟ عشان كده ابن القيم ألف جزء سماه كسر طاغوت المجاز. أما الآيات اللي هم ما فاهمينها زي ما قال يوم يجعل الولدان شيبا
واديك ايات انت ما عارفها برضه بيستدلوا بها الصوفيه بتاعتك عرفتها؟ بتاعت واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وغيرها من الايات امثاله. ده ما مجاز، ده من باب حذف المضاف. قوله تعالى واسال القريه التي كنا فيها في مضاف محذوف وفي مضاف اليه موجود، وفي لغه العرب كان معروف حذف المضاف ده موجود في لغه العرب قبل القران ينزل ذاته من بلاغتهم وفصاحتهم. فيبقى معنى قوله تعالى واسال القريه التي كنا فيها والعير التي كنا فيها، يعني واسال اهل القريه التي كنا فيها واصحاب العير التي اقبلنا فيها. ده معنى الكلام مش مجاز. السبب الثاني الفقهاء قالوا القران ما في مجاز ولا السنه ذاتها ما فيها مجاز. ليه؟ قالوا لانه المجاز يمكن ان ينفع. المجاز يمكن شنو؟ ده كلام اهل اللغه ها كمان دار تغالطه. يمكن ان ينفع كيف؟ قالوا لو قال لك احد رايت اسدا يقاتل في المعركه بسيفه، هتقول له ده ما اسد في الحقيقه، تقول له ده شنو؟ ده رجل لكن كان شجاع، شجاعته قريبه من الاسد. فانت نفيت الجمله والقران لا ينفع والسنه لا تنفع. عشان كده وكلامي ده كله ما استوعبته، ولا كتاب الابتدائي ده ما استوعبته بتاع المتوسطه ده شيخ خليه انت انتظر. طيب خلاص جبروه جبنا نحن اقعد اقعد. طيب طيب لو كلامي ده كله ما فهمته، كلامي ده تشت ما فهمته، انا داير ايه مش قال في المجاز القران، داير ايه عشان ما يبقى كذب ساكت صبيده بيكذب ويقوموا جارين، داير ايه ربنا قال في القران مجاز ما بتلقاه. برضه نديك ليه ما تعيش لحد ما تموت. داير حديث واحد مناظرة كل يوم، مناظرة دي الأولى وبكرة وبعد بكرة وبالليل وأي وقت، وده لو ما بيشتغل ما نفع، جيب اللي زيرك جيب الإبيض كله. أنت كلامي أنت ولا ما عارف. طيب بعديه قال لا لسه ما قال كلام. قال سليمان عليه السلام استعان بغير الله، أنا أديته فرصتين. قال سليمان عليه السلام استعان بغير الله، سبحان الله يا جماعة الاستعانة بغير الله شرك. شاب اقعد شاب ياخي اقعد يا ناس اقعد اقعد يا نبيل اقعد. طيب يا اخي اي زول داري جود يا ناس اصبروا يا اخي، اي زول داري جود خلوه انا راضي، اي زول داري يخش هنا بتنجم باذن الله عز وجل. انت كلامي خلوه بس. طيب الزول ده قال كلمة خطيرة، اخطر كلمة قالها حميد الصوفي ده، اخطر كلمه. بقى سليمان عليه السلام مشرك بالله مسجله. قال سليمان استعان بغير الله. طيب روى الترمذي باسناد حسن من روايه ابي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني معلمك كلمات، وفي رواية أعلمك كلمات، وفي رواية يا غنيم إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. عمادة الصوفي قال نبي الله سليمان استعان بغير الله، وربنا يقول في سورة الفاتحة الحافظين جميع المسلمين. ربنا قال إياك نعبد وإياك نستعين. داري يطلع نبي الله سليمان مشرك، وداري يطلع ويستعين بغير الله زي حمادة ده وزي الصوفية، وده شرك وده كفر وده تكفير لنبي الله سليمان إن كان قاصد بالتكفير. أما إن كان قاصد به إنه الاستعانة بغير الله جائزة فقد قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله تعالى إياك نستعين تقديم العامل. تعرف تقديم العامل؟ دي في اللغة العربية العالية، لأن تقديم العامل يفيد الحصر، فالاستعانة في الآية لا تجوز إلا بالله سبحانه وتعالى، ومن استعان بغير الله كافر، لأن ربنا قال إياك نعبد وإياك نستعين، والنبي قال لابن عباس إذا سألته
فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال أصبر أصبر، ما ده نقاطك، ده نقاطك، أصبر أصبر أصبر. قال أصبر يا زول، ده نقاطك يا شيخ، أنا أديتك لما انتهيت. أصبر، أنا أديتك فرصتين، أديته ولا ما أديته؟ أديته ولا ما أديته؟ أنا قاعد أرد على نقاط. قال إنه علموا الناس الغسل والوضوء. قال علموا الناس الغسل والوضوء. طيب نحتكم لكلام النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن، يا أخي أقعد يا حسين، قال لما بعث معاذا إلى اليمن، ما هو قال الغسل والوضوء، ونحن قلنا التوحيد قبل الغسل والوضوء، صح؟ نشوف الدليل، نشوف الدليل يا جماعة، نشوف كلامنا صح ولا كلام الصوفية صح. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، وأهل الكتاب كانوا عارفين التوحيد لأنه نزل عليهم كتاب، لكن حرفوه. فليكن أول ما تدعوهم إليه، هل قال الوضوء؟ هل قال الصلاة؟ نشوف الرسول قال شنو؟ أسكت أقول لكم، اسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، رواية البخاري، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رواية ثانية، فإنهم أجابوك لذلك للتوحيد فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، خمس صلوات في اليوم والليلة. ده من السنة، نديك من القرآن، إن التوحيد والنهي عن الشرك قبل الوضوء والغسل. نديك الدليل، قال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، شنو؟ ترك الصلاة؟ لا، ألا تشركوا به شيئا. أديك تاني، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى عن بني إسرائيل وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. النقطة الأخيرة الذاكرة، النقطة الأخيرة الذاكرة، قال ده شيخ حميدة. طيب قال الوهابية، قال احنا وهابية، ده آخر نقطة وبركز عليها دائما في حالته، نمسحها له مرة واحدة. طيب أول حاجة يا جماعة، نحن ما تب إذا ده كلام وترد عليه، أنت ده الواحد، تعال خش فضل احترم النازل. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. عرفت كلامي؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى قال إن ده كلامه الصوفي، ده زعلان، والصوفي الواحد ده زعلان، الناس كلها دار تسمع، ما تعمل جو، ده كلامك، أددك فرصتين، أددك فرصتين، أصبر، ما ده كلامك، أنا قاعد أرد، أصبر أصبر أصبر، أهدى أهدى، أصبر أصبر أصبر، أي ما خلاص، وده كلامك يا شيخنا، أقعد أقعد يا صوفي، أقعد، الله يهديك. ربنا قال إن الذين، أصبر يا أخي، ده كلامك، أنا قاعد أرد عليه، أصبر أصبر، ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، يعني 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 التفرقة ديل صوفية ديل تجانية ديل أنصار سنة ديل غيرهم، ده كله باطل. عرفت كلامي؟ ده كله باطل. جزاكم الله خير، بارك الله فيك يا أخوانا. في نقاط معينة أخونا مشكور ذكر الآيات وقرآن، ولا قبال على المقولة بالقرآن، لأنه هو كلام الله حق. أول حاجة يا جماعة، صلى على النبي، يجد النبي صلاة. أول حاجة المتحدث يقول لا يجوز التوسل، وثم ذكر حديث الضرير وقال إن الأعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدعو لي، النبي ما دعا له، النبي أمره أن يذهب إلى الميضة ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يقول اللهم إني أسألك واتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة
يا محمد اني توجهت لربي هاي الآية من سورة النساء يقول الحق تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول، لكن دائما نوصل نختصر الموضوع شوية. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك وروي عن أبو صالح كما جاء في تفسير الإمام القرطبي الآية 64 جاء الإعرابي ورمى نفسه على قبر رسول الله ثم حط على رأسه من تراب القبر ثم قال قلت يا رسول الله سمعنا قولك فويت عن الله فوين عنك وكان فيما أنزل الله عليك ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك الآية فقد ظلمت نفسي وجئت تستغفر لي فناداه الرسول من داخل القبر أنه قد غفر لك. أما الآيات إن الذين تدعون من دون الله هذه الآيات وهابية نزل في عباد الأصنام وليس في المسلمين. هذه الآيات نزل في عباد الأصنام. أما المسلمين بعد فتح مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن تيمية شيخ في كتاب السلم المسلول قال والله إني لا أخاف على شرك من بعدي ولكن أخاف أن تتنافس الدنيا. هذا يقول ما في مجاز في القرآن، المجاز في القرآن موجود والمجاز ما قدمه باللغة العربية وإنما جاء القرآن ليعجز اللغة العربية وليس القرآن وليس اللغة العربية يعجز القرآن. الدليل على المجاز يا أستاذ الله يقصد شيء ويدلنا على شيء حتى يتوهم الآخرين كما توهم الوهابيون الآن يقولوا الله عنده يد، ومن توهم بأن الله له يد لأن ربنا قال يد الله فوق أيديهم ففسروا بأن هذا اليد يد جارحة. هل هذا اليد حقيقي ولا مجاز؟ اليد يد حقيقي ولا مجاز؟ الله قال عنده يد، الله قال عنده كرعين، الله قال عنده عيون، الله قال بيشوف، الله قال ها هذا مجاز ولا حقيقي؟ ولو قلت حقيقي تجيبوا الدليل. بعد ذلك يا اخوان كونه انه الولي ربنا ما صرف في الكون عندنا دليل وانا دايرهم كلهم يأمنوا. يقول لي يا شيخ حميده دايرين الكتب دي يقروها قدامنا هنا بس موافقين؟ بس نجيب الكتب بتاع التوسل كلها والايات اللي ذكرتها. دقيقه اجيب يا استاذ الايات الذي ذكرها كلها بتاع الشرك لا علاقه لها بامه محمد وانما هي ايات نزلت في الاصنام وفي عباد الاصنام. انا بقول للوهابيه الايات دقيقه هو قال ما وهابي خلي بالك يا جماعه خلوا بالكم الايات التي ذكرت دون من دون الله والنبي الله سليمان ما استعان الاستعانه هو شنو في اللغه؟ انت قلت عندك اللغه برضه في اللغه وهو لغه العرب ما هو الاستعانه؟ الاستعانه اراده شيء من شيء دي استعانه يعني حتى المظله دي ما هو الادان الضل؟ البرنده ده ما ادان الضل، البرنده ده وسيله الادان الضل هو ربنا. الاماره دي صنعه فلان والفلان ده صنعه الله معي ولا معي؟ الجهاز ده صنعه فلان والفلان صنعه الله. ولذلك المجاز الذي ورد في اللغه او اللي ذكروه الفقهاء واهل التفسير الوهابيه لسه ما عارفينه. نحن حنعمل لهم مفاجاه نجيب الكتب. نجيب الكتب بس وافقوا قولوا دايرين كتب بس. دايرين كتب. جاهزين؟ دايرين كتب. جاهزين؟ يلا بس. طيب اول حاجه حميده قال حديث الاعمى بدا بنقطه حديث الاعمى قال انه الاعمى ده النبي ما دعا عليه قال ولا ما قال؟ قال ايوه ده قال ثاني قال ما دعا عليه بس الناس تروق يا ما ده دين ما هلال المريخ خلينا نوضح لك. قال اول حاجه الحديث رواه الترمذي نقرا الحديث ونشوف الرسول صلى الله عليه وسلم دا فيه دعاء ودعا عليه ولا ما دعا عليه. طيب ان رجلا ضرير البصر ده نص الحديث اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله لي ان يرد علي بصري. يا اخي اصبر يا اخي انت مالك ما تصبر يا اخي قد تبقى اصبر. طيب قال يا رسول الله ادعو الله لي ان يرد علي بصري. قال النبي عليه الصلاه والسلام
إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك. الرجل اختار الصبر؟ لا، قال بل ادعوه يا رسول الله. دقيقة يا أخي الله يهديك، اصبر اصبر اصبر، تقدر تلخبط الشغلة ولا شنو؟ يا أخي اصبر، طيب ما لخبط اصبر، أنت دول كبير وشيبة تعمل حركات أشوفها صغار، اصبر اصبر يا دول. طيب قال الأعمى قال بل ادعوه يا رسول الله. العلماء قالوا زي ما قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي بشرح الترمذي، وزي ما قال ابن تيمية في قاعدة جليلة بالتوسل والوسيلة وغيره، قالوا الرسول ده عليه بستة أدلة من الحديث. واحد، إنه الأعمى قال يا رسول الله ادعو الله لي، ادعو الله لي، فجاء من بيته عشان الرسول يدعو له. ده واحد. اثنين، الرسول صلى الله عليه وسلم خير الأعمى بين حاجتين، قال له لو داير ادعو لك ولو داير صبرت أحسن لك. الأعمى قال له ادعو لي، والرسول وعد بالدعاء. هل الرسول يخلف الميعاد؟ لا لا لا. طيب بعد ذاك، بعد ذاك، ده نص الحديث، بعد ذاك النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعمى، بعد ذاك قال للأعمى ايت الميضة. تكبيرة عليك الله، تكبيرة تكبيرة تكبيرة. عزونا داري زوق داري زوق. بعد ذاك النبي عليه الصلاة والسلام قال له امشي الميضة يتوضع. فالرجل مشى يتوضع، عرفت كلامي؟ انت ما تتمحرك بس اصبر. مشى يتوضع الرجل وجاء صلى ركعتين، وبعد الركعتين اصبر يا شيخ، هدي نفسك شوية، في شنو يا اخي؟ انا سمعت كلامك، ما تسمع كلامي؟ طيب بعد ذاك النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعمى قول قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتغضى، في حاجتي هذه لتغضى. الأعمى قال اللهم شفعني فيه وشفعه فيه، يعني شنو الشفاعة في اللغة؟ يعني الدعاء، الشفاعة في اللغة يعني الدعاء. فقال شفعني فيه يعني أقبل دعاء الرسول فيه، لأن الشفاعة في اللغة يعني الدعاء، وشفعني فيه يعني أقبل دعائي في أن تقبل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. إذن لخمس أدلة، إنه كان حديث الأعمى توسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. والنقطة الوحيدة الما يقدر يجاوب على جميع الصوفية على وجه الأرض، الأعمى في النهاية قال اللهم شفعني فيه. يا أخي اصبر يا أخي اصبر يا أخي، خلينا نفهم الناس. وشفعني فيه، عرفتها؟ ده الناس بيرسلهم هو، عرفتها؟ عشان المعلومة ما تصل، أنت أبقى ذكي، خلي المعلومة تصل، خليه يجوت يا أخي. جا جوا هنا بيتنجم زي ما ذاك ذا، ده بيتنجم. هاي خلاص. طيب الجملة الوحيدة الما يقدر يرد على أي صوفي، الأعمى قال اللهم شفعني فيه. كيف يعني الأعمى يشفع في الرسول؟ سؤال لأي صوفي، كيف الأعمى يشفع في الرسول؟ سؤال لأي زول، كيف الأعمى يشفع في الرسول؟ كيف؟ كيف يعني؟ العلماء قالوا الشفاعة، جاوبوا العلماء، قالوا الشفاعة يعني الدعاء، يعني الدعاء. فالأعمى، فالأعمى قال شفعني فيه يعني أقبل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لمن يا جماعة؟ دعا لي الأعمى. طيب دقيقة يا أخي دقيقة، طيب اصبر اصبر. طيب قال الآيات وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ومن أضل ممن يدعو من دون الله. الآيات قال الآيات دي نزلت في المشركين الأوائل، ويعني شنو لو نزلت في المشركين الأوائل؟ حمادة ده ما قارئ علم أصول أصول فقه. العلماء قالوا العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص شنو يا جماعة؟ السبب لو أخذنا بكلام حمادة ده إنه الآيات دي نزلت في المشركين زمان، طيب سورة البقرة لو أخذنا بكلامه ده إنه الآيات دي نزلت في المشركين زمان، طيب سورة البقرة نزلت في شان حكت حكت قصة شان بقرة بني إسرائيل، صح ولا ما صح؟ إذا بكلام الصوفية السورة دي نطلعها برا القرآن، لأنه ما نزلت لناس الليلة وما حكت قصة ناس الليلة. سورة آل عمران ابن كثير قال أكثر من 83 آية من صدر سورة آل عمران نزلت في الرد على أهل الكتاب، في الرد على اليهود وفي الرد على النصارى،
هل نطلعها برا نحن مسلمين ما بتعنينا بحاجه؟ ما نقراه في الصلاه، ما نقراه في غيره، كلام ده كذب، لان العبره بعموم اللفظ وليست بخصوصنا يا جماعه، وليست بخصوص السبب. بعدين في ايه تجاوب عليها كيف؟ هو زاغ الان شرك، لكن يقدر يجاوب عليها كيف؟ ربنا قال ومن اضل ممن يدعو من دون الله. دي من تفيد العموم، اسم موصول بمعنى الذي يفيد العموم. الله قال ومن اضل، اي زول، مشركين زمان، مشركين الليله، مشركين قبل يوم القيامه. الله قال ومن اضل من، ومن اضل، ما قال حقين زمان ولا حقين الليله، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. الايه بعدها قال، قال الله عنده يد، قال نحن قلنا الله عنده يد وكراع، كراع دي جابها حماده من راسه، اما جابها من راسه نحن ما قلنا، ولا في القران موجود، كذاب. اما الله عنده يد، ربنا قال، نرجع للقران، ربنا قال بل يداه مبسوطتان، ربنا قال كده بل يداه مبسوطتان. الصوفيه قالوا اليد يعني النعمه، طيب ربنا قال يداه، ويداه جات مثنى، يداه جات شنو يا جماعه؟ مثنى اثنين. هل ربنا عنده نعمتين؟ نرجع للقران، ربنا قال وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. اذا بل يداه يعني يداه. طيب اثبتنا لله يدين زي ما الله قال، احنا ما قلنا، هل معناته شبهنا الله بالمخلوقين؟ لا. اديكم مثل من الواقع هنا، لو قلت اتيت الى بيتك فاخذت باب فاخذت يد الباب، يد باب البيت، اثبتت ليد للباب انه عنده يد، صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ طيب ولدك الصغير عنده يد، كونه قلت ولدك عنده يد وباب بيتك عنده يد، اثبتت يد واثبتت يد، هل يلزم منهم المشابهه؟ اذا الاثبات لا يلزم المشابهه، لانه ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله يدان، الرسول قال كده، انا اقول الرسول كذاب؟ نقول الله كلامه كذب؟ رب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لله يدان وكلتا يديه يمين، لكن بيشبه يد المخلوقين؟ لا، لانه ربنا قال فلا تضربوا لله الامثال، ربنا قال ولم يكن له كفوا احد، وربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب عشان كده نعيم بن حماد قال من وصف الله بما لم يصف به نفسه ولا رسوله فقد كفر، ومن اثبت ما اثبت الله لنفسه فقد اثبت، او كما قال وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. عرفت كلامي؟ طيب ده كلامه كله اللي قاله، وما اظن عنده كلام ثاني. نحن اسمع يا زول، اسمع، موافقين لمناظره مع حميده، اسمع 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 يا اخي، كيف يا اخي؟ مع البرعي، عرفت كلامي؟ مع محمد المنتصر الازيري، مع اي صوفي تحت الارض او فوق الارض. وده اردكم حاجه تتعلموها، الصوفي بيجي وبيغز واحد بجاي واحد بجاي، بيحاول نفرين بس، بيحاول يستفزوا الناس. لما انت كزول مؤمن او كزول سلفي مثلا تستجيب لهم تجاره كده، عملت لهم دايرينه، انت خليك زول ذكي. المحرقهم ما جوطتكم دي، المحرقهم الكتاب وسنه النبي عليه الصلاه والسلام، والا ما كان جرى الان ذا، وبكره نحن راجعين نشوف اللي بيجي منه. انت كلامي مناظره موافقين، والصوفيه في اي حته قاعد يزوغ مننا بفضل الله عز وجل، انت كلامي يصدقها ويجيبها هنا ينتغم زي ما الليله انتغم بفضل الله عز وجل. وصيه القحطاني بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.